كذلك مثال آخر ألا وهو إطالة الثياب، فإن بعض الناس يقولون إن إطالة الثياب وتقصيرها من الأمور العادية، فإذا كنا في عصر تطول فيه ثياب الرجال طولنا ثيابنا، وإذا كنا في عصر لا تطول فيه الثياب تركنا التطويل، وإذا كنا في قوم يلبسون المشالع والغتر والقمص لبسنا ذلك، وإذا كنا في قوم يلبسون الأردية والأزر لبسنا ذلك. هذا صحيح أن الأصل في اللباس أنه من العادات، لأن الله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأطلق زينتكم، وكل شيء يأتي في النصوص مطلقا ولم يقيده الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف، كما قال الناظم وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتدي. لكننا نقول بالنسبة لتطويل الثياب قد وردت النصوص بتحريمه ومنعه، وأن تطويل الثياب ينقسم إلى قسمين، قسم يكون خيلاء وقسم يكون غير خيلاء. فالقسم الذي يكون خيلاء قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عن أبي ذر رضي الله عنه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قالها ثلاثة، فقال يا رسول الله خابوا وخسروا من هم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فقال المسبل، لكن هذا الإطلاق قيد في الأحاديث الأخرى من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فالذي يكون عن الخيلاء وهو التعاظم والترفع والبهاء بالنفس هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. القسم الثاني أن يكون غير خيلاء، فهذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار، يعني ما نزل عن الكعبين فإنه في النار، ومعنى في النار أي أن اللابس يعذب بالنار على قدر المخالفة فقط، فيكون التعذيب بقدر ما نزل من الثوب ليس على جميع الجسد وإنما فيما وقعت فيه المخالفة. قد تقولون كيف يكون العذاب بالنار جزئيا؟ فنقول نعم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما توضأ الصحابة وقد أرهقتهم صلاة العصر فجعلوا يمسحون أقدامهم، قال ويل للأعقاب من النار، فجعل الوعيد بالنار على الأعقاب لأنها التي حصلت فيها المخالفة، فهكذا ما نزل من الكعبين ففي النار لأن المخالفة حصلت فيه فيعذب بالنار على قدر ما خالف. فإذا قال قائل لماذا لا تقيدون هذا الحديث بالحديث الآخر أن يكون خيلا؟ قلنا إن التقييد لا ينطبق على القواعد المعروفة عند أهل العلم، لأن التقييد إنما يكون حين يتفق الحكم، والحكم هنا غير متفق، لأن حكم من جر ثوبه خيلا أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. أما حكم من جره غير خيلا فإنه يعذب بالنار بقدر المخالفة فقط، فلما اختلف الحكمان صار تقييد أحدهما بالآخر ممنوعا. ويدل لذلك حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أزرة المؤمن إلى نصف ساقه، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وقد رواه الحاكم وجماعة من أهل العلم وصححه الحاكم، ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين، وبهذا يعلم أنه لا يمكن حمل أحدهما على الآخر.